وفي السياق قال مدير مكتب الصحة بمحافظة مأرب الدكتور عبد العزيز الشدادي أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية في المحاجر الصحية للعمل على مجابهة فيروس كورونا. نعمل بوتيرة عالية وفرق العمل تشتغل بشكل مستمر، إلا أننا نظل في ظل كل هذا نعول على وعي مجتمعنا بمخاطر كورونا واتخاذ الاحترازات الشخصية اللازمة، لأنها ستكون هي الفيصل في الحد من انتشار. كثير من الأنظمة العالمية عجزت من احتواء مثل هذا الفيروس، وتراهن الدول على وعي مواطنيها لاتخاذ الاحترازات اللازمة لذلك. بالنسبة للأسواق والتجمعات، التجمعات هناك حملة من قبل مكتب التجارة والصناعة للحد من الزحمة في المتاجر، وحملة تعقيم مستمرة فيها.